السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل العيش السوري بدون خميرة خالص، عملناه قبل كده في القناة وهنعمله النهاردة بطريقة جميلة جدا، وهخليكي تعمليه زي بتاع المحلات وأحلى كمان. ماشي. أول حاجة بنحطها نص معلقة ملح، ماشي، من معلقة الشاي. هو مقاديره سهلة خالص، بس يعني ايه تاخدي بالك منها عشان هو ده سر نجاح العيش السوري. ماشي. معلقة لبن بودر واحدة، المقدار ده كيلو الا ربع من الدقيق، كيلو الا ربع من الدقيق. احط له نص معلقة ملح ومعلقة لبن بودر ونص معلقة بيكنج بودر، هو ده نجاح العيش السوري معاكي، ويطلع زي بتاع بره بالظبط. بصي، هي المعلقة دي كبيرة فهحط ربع المعلقة كده، لكن معلقة شاي هتحطي نص معلقة اهو. هي دي المقادير، ولا خميرة ولا اي حاجة. يبقى هما 3 مقادير بنحطهم على دي: معلقة لبن بودر، نص معلقة بيكنج بودر، نص معلقة ملح، وهي دي المقادير بتاعتنا فقط لا غير. هدخل المقادير كده في قلب الدقيق بنفس الطريقة. قلبت المقادير، هحط بس بتاع ايه، معلقتين او 3 معالق من زيت الذرة كده. حطيت الزيت اهو، هقلبه بس كده، وهعجن النهاردة بكوباية لبن هنزل بيها كده بعد الزيت، وبمية تعادلي اللبن والمية. انا حطيت دلوقتي كوباية ونص كوباية لبن ونص كوباية من المية، وهشوف تاني محتاجة معايا مية ولا هكتفي بالكوباية ونص بس. وممكن كمان تعجنيه بمية بس او لبن بس، بس لو حطيتي اللبن وعايزة تحطي معاه مية عدليهم هما الاتنين، ما يبقاش حاجة اكتر من حاجة كده. هحط النص كوباية، لو احتجت تاني هقولك خد قد ايه مية ولبن. بصوا كده لمت معايا، يا دوبك خدت كوباية مية كوباية لبن وأقل من ربع كوباية مية تاني. بنفس الطريقة كده، على فكرة ما بيتخمرش، بس بسيبه يرتاح تلت ساعة. ماشي، تلت ساعة، لأني مفهوش خميرة. لو في خميرة، لو هتعمليه بالخميرة بتضيف على الإضافات دي كلها كيس خميرة ومعلقة سكر لو هتعمليه بالخميرة، لكن أنا عشان مفهوش خميرة هسيبه تلت ساعة يريح ونرجع نعمله مع بعض. بصوا سبتها اهو تلت ساعة، هرش بس حبة دقيق كده وهنزل بيها كده. وابتدي بردك اقطع قد البرتقانيه، ارش هنا كده واقطع. حجم البرتقانيه البلدي، البرتقانيه الكبيره دي، عشان لو عملتيه حجم البرتقانه بسره هتبقى كبيره قوي، الرغيف هيبقى كبير قوي. وانت زي ما تحبي، شوفي انت عايزه الرغيف حجمه قد ايه، بس ده هتشوفيه حجمه مناسب جدا وما شاء الله برضك كبير. اقطع الكميه كلها ونرجع نفرده. بصوا ما شاء الله، الكيلو الا ربع هيطلع منك 16 رغيف. ماشي، نرش حبه دقيق كده حلوين بنفس الطريقه كده. نبتدي بقى نفرد، وانتي بتفردي بتكوني حاطه الطاسه على النار وموطيه عليها خالص، عشان لما تيجي تحطي الرغيف تحطيه والطاسه دافيه، يعني ولا سخنه قوي ولا بارده قوي. ماشي، تمسكي الرغيف بتبدليه لحد ما يتفرد معاكي الحجم اللي هنشوفه دلوقتي، ما
ان شاء الله هيطلع معاكي برضك حلو زي العيش السوري الكبير اللي بتجيبيه من المحلات بالظبط. شفتوا ببدل النشابه ازاي على جميع الجناب، بمسكها برضك كده وامسك الرغيف كده، بدي للعجينه نفس شويه ماشي، وكل مدى برضك اديها رش دقيق خفيفه كده عشان العجينه ما تلزقش معاكي في النشابه. بصي ما شاء الله بتتحرك اهي، مش لازقه معايا لان انا برش دقيق قبل ما ابدا في فرد العجينه ماشي. دي خطوات مهمه في فرد العجينه عشان ما تلزقش معاكي في الصينيه او في اي حاجه هتفردي فيها. بصوا ما شاء الله اتفردت معايا ازاي، هشيلها بقى كده بنفس الطريقه ونروح على البوتاجاز. بصوا امسكي كده، ولو اتنت منك حته ما تخافيش مش هتلزق في الطاسه ابدا، عشان كده بقولك تخليها دافيه مش بارده، الطاسه ما تكونش ولا سخنه قوي ولا هاديه قوي. بنفس الطريقه كده ما جيش جنبه خالص غير لما ارفع العجينه الاقيها اترفعت معايا بكل سهوله، ما لزقتش في قلب الطاسه وفي نفس الوقت ادتني فقاقيع، ومن هنا كمان هتديكي فقاقيع ماشي. يعني دقيقتين او 3 دقايق ونرجع نبص عليه. نفرد واحد عقبال ما ايه التاني يستوي على البوتاجاز. بصي شايفه كده، وارجع اعمل كده وافرد العكس، تنك مع العجينه لحد ما تتفرد معاكي الحجم اللي احنا شفناه دلوقتي. ما شاء الله حجم مناسب جدا زي بتاع المحلات واكبر كمان. اهو تنك تاخدي في العجينه، ولما تلاقي بردك الدقيق خف منك بترشيها رشه، بس مش كوم دقيق لا، رش خفيف كده، وابتدي بردك افرد العجينه بنفس الطريقه كده، وادي بردك رش الدقيق كده خفيفه واوزعها كده، وابتدي بصوا طالما العجينه مخدومه كويس بتتفرد معاكي بكل سهوله، والتريح اللي انا قلتلك عليه تلت ساعه ده اللي بيساعد العجينه تتفرد معاكي بكل سهوله. نفس الطريقه ونروح بقى نبص على البوتاجاز نشوف التاني استوى عشان نقلبه على الناحيه التانيه. بصوا ابتدى اهو يعمل فقاقيع من هنا لو ظاهره، بصي بصي عامل ازاي، هبتدي اقلبه كده. بصي هتلاقيه اداكي من هنا لون اهو، ده بيدل على تسوية العيش معاكي ماشي. بنفس الطريقة كده يعني هياخد معاكي 4 دقايق من الجنب ده و4 دقايق من الجنب ده، بس تكوني مهدية النار ولا عالية قوي ولا هادية قوي ماشي، النار ولا عالية قوي ولا هادية قوي، وسط. بصي بصي الفقاقيع اهي اهي، ده دليل بردك على ان العجينه ناجحه معايا. بصي ما شاء الله اهو، يخلص ده ياخد الجنب التاني ونرجع نطلعه ونحط الرغيف التاني. بصوا قلبته على الجنب التاني اللي استوى، وبصي الفقاقيع اهي اهو كده خلص معايا. بصي ما شاء الله طلعت التاني كده، هحط ده كده واقوم قلباه وظبطه كده بنفس الطريقة، نفس الخطوات الاولانية في التسوية، هو بردك الخطوات دي تمشي عليها لحد ما تخلصي الكمية كلها اللي عندي. اخلص بردك الكمية اللي عندي كلها ونرجع نقدمه مع بعض. بصي ما شاء الله كله خلص اهو، بصي كله على النظام ده اهو، بصي ما شاء الله وطري
اهو عملناه بكيلو الا ربع من الدقيق، طلعوا 16 رغيف. شوفي بقى ما شاء الله، بتروحي تجيبي الستاشر رغيف دول من المحلات بره، هيعملوا معاكي مبلغ. هنا هتعمليه بكيلو الا ربع من الدقيق، والمقادير اللي شفناها يعني يعتبر العيش السوري، هتعمليه في البيت بدون اي تكاليف خالص. ماشي، وصفة النهاردة كانت سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.